المبادرة هدفها الرئيسي هو الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وده بيتم على عدة مراحل. المرحلة الأولى في الوحدات الرعاية الأولية اللي هي الوحدات الصحية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، ودي اللي بتقوم بالكشف المبدئي على الثدي. إذا كان الكشف غير مطمئن أو غير كافي بيتم تحويلهم إلى المراكز التشخيص المجهزة، ودي بيكون فيها عيادات متخصصة في أورام الثدي بتقوم بالكشف، وإمكانية عمل الأشعة للماموجرام أو السونار، وعمل عينات وفحص الأنسجة اللي هو الباثولوجي. إذا كان الفحوصات دي مطمئنة بيتم إعادة السيدة مرة تانية إلى برنامج الكشف المبكر الدوري اللي هو كل سنة، وإذا كان الفحص ظهر فيه تشخيص سرطان فبيتم تحويلها إلى المراكز المتخصصة في علاج سرطان الثدي، ودي المراكز الأورام التابعة لوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية المشتركة في المبادرة. في نوعين رئيسيين من العلاج أو قسمين رئيسيين من العلاج. الجزء الأول هو علاج موضعي زي الاستئصال الجراحي للورم مثلا، أو العلاج الإشعاعي، وده بيكون موجه للمنطقة اللي فيها الورم اللي هو الثدي. والشق الثاني هو العلاج الشامل أو العام اللي هو بيوصل لكل الجسم، زي العلاج الكيميائي أو العلاج الهرموني أو العلاج الموجه. وغالبا كل السيدات اللي عندهم إصابة بسرطان الثدي بيستخدموا نوع من أنواع العلاجات اللي في الشقين دول. خطة العلاج بتاعت كل حالة سرطان ثدي لازم تكون يعني مخططة بدقة وعناية لشهور أو سنوات قدام، وده بيكون مخطط لكل سيدة لوحدها، فبالتالي بيشترك فريق طبي متكامل في وضع خطة العلاج دي. الفريق ده بنسميه اللجنة متعددة التخصصات، وده بيتكون من متخصص، دكتور متخصص في جراحة الثدي، ودكتور متخصص في علاج أورام الثدي، ودكتور متخصص في تحاليل الأنسجة، ودكتور متخصص في الأشعة التشخيصية الخاصة بالثدي، ودكتور متخصص في العلاج الإشعاعي. كل دول بيشتركوا في وضع الخطة المتكاملة للعلاج، اللي هي بتحدد ايه ترتيب العلاج. يعني هنعمل العلاج الجراحي الاول، ولا بقى العلاج الكيميائي الاول مثلا، ولا هنعمل انهي نوع من انواع العلاج الجراحي، وانهي نوع من انواع العلاج الكيميائي، وانهي نوع من انواع العلاج الإشعاعي، وهكذا. فاختيار نوعيات كل علاج منهم وترتيبهم ومناسبتهم لظروف وحالة كل سيدة شيء مهم جدا، ومن الصعب انه دكتور وحيد لوحده يعمله، علشان كده بنقوم بده من خلال اللجان متعددة التخصصات. الكشف المبكر ليه فايدتين رئيسيتين. اولا، نسبة الشفاء اعلى في حالة الكشف المبكر ايا كان نوع العلاج المستخدم. يعني مثلا اكتشاف اورام الثدي في المرحلة الاولى نسبة الشفاء بتاعتها بتكون اكتر من 95%. الفايدة التانية وهي ان نوعية العلاج نفسه بيختلف. يعني مثلا في حالة اكتشاف الورم في المرحلة الاولى، اغلبية الحالات من الممكن ان هي تعمل عملية استئصال للورم فقط بدون الحاجة الى استئصال الثدي بالكامل، وبدون الحاجة لاستئصال الغدد الليمفاوية. كمان العلاج العام مثلا زي العلاج الكيميائي من الممكن ان الحالات المكتشفة في المرحلة الاولى ما تحتاجش ان هي تاخده، وده بشكل عام فايدة رئيسية للمريضة، ان هي كمان نسبة الشفاء هتكون عالية والعلاج بتاعها هيكون اخف. مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، حملة 100 مليون صحة من وزارة الصحة.